نتابع مشاهدينا وموضوع يهم العديد من الأشخاص. أسباب عدة تعيق خسارة الوزن حتى مع اتباعنا حمية غذائية أو اعتقادنا أننا نقوم بما يلزم لنودع هذه الكيلوغرامات الزائدة. فما هي أبرز هذه العوامل؟ الجواب مع حوراء الحلباوي الاختصاصية في التغذية العلاجية وسلامة الغذاء في ماذا نأكل؟ صباح النور العزيزة حوراء، كيفك اليوم؟ الحمد لله. موضوع كتير مهم، صح؟ بفتكر بهم كتير من الناس. حوراء، لماذا لا نخسر الوزن مع اعتقادنا بأننا نقوم بما يجب، نحن عم نتبع حمية غذائية معينة؟ أول شيء قبل ما نحكي عن الأسباب، خلينا نقول أنه نحن توقعاتنا من خسارة الوزن ما لازم تكون كتير كبيرة، لانه بنجي بننصدم على ارض الواقع، بنحط توقعات كثير عاليه وبنقول انه نحن والله بدنا ننزل 10 15 كيلو بفتره شهر مثلا، عندنا عرس، عندنا مناسبه، عندنا صيفيه، عندنا بحر، صعبة. الى اخره. كثير صعبه. فهيدي التوقعات اللي بتكون كثير كبيره بتصعب على الشخص، وبس يجي على ارض الواقع بينصدم، لانه بيلاقي انه في، يعني بيكون التزم. نحن عم نحكي عن الاشخاص يلي عم يلتزموا بالحميه الغذائيه، عم نحكي عن الاشخاص يلي عم بيقوموا بكل الارشادات يلي طلبتها منهم الدايتيشن او الطبيب او الى اخره، او اتبعوا انظمه معروفه وفي عليها دراسات وافيدنس بيست انه هيدي الانظمه بتنزل، مثل الكيتو دايت، مثل كثير من الانظمه الغذائيه. فهون نحن ما بدنا نكبر توقعاتنا، بدنا نكون شوي واقعيين. ال 20 كيلو يلي جمعتيهم ب 10 15 او 20 سنه ما رح تجي تشيليهم بفتره شهر. اكيد. هلا لنرجع للاسباب يلي ممكن تكون عم تاثر على خساره الوزن مع انه نحن عم نكون بنلتزم بالدايت وبكل الارشادات المطلوبه. خليني اعددهم على السريع لحتى بنفصل. بنحكي عن صوتي شكله رح يروح على الاخر. نحكي على السريع لحتى المشاهدين ياخذوا لمحه سريعه عن الاسباب وبنرجع بنفصل. أول شيء طبعا نحن خسارة الوزن تعتمد بالمبدأ على حرق الطاقة، وحرق الطاقة بيختلف من شخص للآخر. في عنا أسباب جينيتك، في عنا أسباب جينية، جيناتك غير جيناتي، طاقة الحرق عندك غير طاقة الحرق. في عنا أسباب لها علاقة بالأجناس، طبعا الرجال غير النساء. طاقة الحرق عند الرجال أعلى بكتير من عند النساء، لأنه الرجال عندهم كتلة عضلية أعلى. كل ما زادت الكتلة العضلية كل ما طاقة الحرق زادت أكتر. في عنا اختلاف الفئات العمرية، يعني اللي عمره 20 سنة مش مثل يلي عمره 40 سنة. اختلاف أكيد. المراحل الحياتية، المرأة بعمر 20 سنة مش مثل المرأة بفترة الحمل، مش مثل المرأة بفترة الرضاعة، بيكون عندها البرولاكتين عالي، هرمون البرولاكتين كتير بيأثر على خسارة الوزن، يعني بيعيق من خسارة الوزن. المرأة كمان بفترة انقطاع الدورة الشهرية كمان هيدا كتير بيأثر على توازن الهرمونات بجسمها. فاذا اختلاف الاجناس، اختلاف الفئات العمريه، الاشخاص يلي بيكونوا بيتابعوا نمط رياضي صار في عندهم كتله عضليه كثير كبيره، هدول الاشخاص هن اشخاص بيرفعوا من مستوى طاقه الحرق، عكس الاشخاص يلي بس بيعتمدوا على الدايت، انه انا خلص عم بعمل دايت وجربت كثير دايت وما عم بضعف. طبعا هول الاشخاص رح يواجهوا شويه مشاكل. وطبعا في عنا بعض المشاكل الطبيه، يعني شخص عنده مشكله بالغده الدرقيه. قصور الغده الدرقيه بياثر كثير على حرق الدهون وعلى خساره الوزن. او بعض المشاكل الميتابوليك سيندروم يلي هي متلازمه ما بعرف نسيت اسمها بالعربي، الميتابوليك سيندروم يلي هن بعض الاشكاليات اللي بتصير بالجسم يلي بتسبب مشاكل صحية، سعرات حرارية، مثل ارتفاع دهون الدم، الدهون الثلاثية، او الكوليسترول تريجليسرايد، ارتفاع السكر، ضغط الدم عم يعلى. هيدي العوامل ممكن تؤدي الى مشاكل صحية وممكن تأثر كمان على خسارة الوزن. وفي عنا كمان تناول بعض الادويه. بتعرفي منى انه في ادويه أكيد. بتاثر على خساره الوزن، ان كان بتعمل احتباس للسوائل بالجسم مثل ادويه الكآبه وادويه منع الحمل، وبعض انواع الادويه فعلا بتفتح الشهيه. في عندك بعض انواع الادويه يلي بتاثر على حرق الطاقه، يعني بتبطئ من عمليه حرق الدهون. وفي عنا كمان عوامل لها علاقه بالممارسات الخاطئه بحياتنا، يعني ما بننام منيح، ما بنشرب مي، ما بنعمل تمارين رياضية، ما نضلنا عايشين بحالة توتر، طبيعة الأكل،
كيف بناكل، ايمتى بنحس بالشبع. موضوع الجوع كمان موضوع الجوع كتير مهم، لأنه في ناس عن جد عندها إحساس بالجوع المتكرر، وأوقات بيكون هيدا الإحساس بالجوع هو حقيقة، يعني هنا مش عم يتحججوا أنه نحن جوعانين. وهون نحن بدنا نعلمهم كيف يشبعوا وكيف يتحكموا بهيدا الجوع، وشو هي الطرق اللي بتخليهم يتحكموا بهيدا الجوع. يعني هيك لمحة سريعة عدتي. رح أرجع شوي للبداية لما قلتي أنه ما نرفع سقف التوقعات، انه ما نقول انه نحن بدنا نخسر 10 كيلو بظرف شهر. برايك انت كاختصاصيه تغذيه، لما بجي انا لعندك على العياده، يعني شو العدد الكيلوغرامات المثالي للخساره بظل شهر مثلا؟ طبعا هيدا الشيء كاستمايزد حسب كل شخص، لانه انت اذا كان عندك نسبه سوائل جسمك محتبسها عاليه، طبعا هون التوقعات بتتغير، لانه انت لما بدك تنزلي على الميزان هذا الرقم اللي بيفرق على الميزان هو مش بس عباره عن دهون، خساره الدهون الطبيعيه يلي الجسم بينزلها بشكل كتير طبيعي ومنطقي هي نص كيلو بالاسبوع، ما يعادل بالاجمال عند كل الاشخاص هيدي الخساره الطبيعيه كيلو بالاسبوع. بس نحن لما بننزل بالاسبوع 3 و4 و5 كيلو بمعظم الاحيان بتكون خساره كميه من السوائل يلي جسمك محتبسها، واكيد بصير في خساره لبعض العضلات، لانه كمان اوقات بيكون في فائض من نسبه العضلات، فاكيد بده يصير في شويه خساره. عشان هيك انا دائما بقول لهم رقم الميزان ما يكون هو الاولويه عندكم، خلينا نعطي اولويات ثانيه، خلينا نعطي اولويه انه انا حققت هدف بالتقدم يلي انا عم بمشي فيه. طيب خلينا نرجع نحكي عن الاسباب، اذا بدنا نفصل كل سبب لحاله. أوكي. اليوم لكل هالاسباب في نظام غذائي مثالي؟ ما في شيء اسمه نظام غذائي مثالي، في شيء اسمه كل جسم كيف عم يتقبل النظام. في ناس على الكيتو دايت كتير بتضعف، في ناس على الكالوري ديفيسيت دايت يلي هو عجز بالسعرات الحرارية طبعا كمان. دغري في ناس ما بيتجاوب جسمه على هيك نوع من الدايت، في ناس بتضطر تعملي لها اليمينيشن، بيكون عندها تحسس على اللاكتوز مثلا، او تحسس على الجلوتين، او تحسس على بعض الـ 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 يعني بعض انماط الاكل. فهون كل جسم نحن بنراقب، يعني هي الدايتيشن لانه بدها تضلها تعمل فولو اب، بدها تكون عم تراقب. عشان هيك الناس بيختلفوا كيف بيجمعوا وزن وكيف بيخسروا هيدا الوزن. في ثلاث نقاط بدنا ننتبه لها كثير اساسيه، وبمعظم الاحيان منا كمان هيدي ما بيلتفتوا لها العالم، انه نحن في عندنا ثلاث هرمونات كثير مهم هيدي الهرمونات نضبطها لنقدر نخسر وزننا. شو هي؟ الهرمون الاول هو هرمون الانسولين. شو وظيفه هرمون الانسولين؟ هرمون الانسولين لما انت بتاكلي اي اكله فيها نشويات او سكر، هيدا السكر بيفوت على الجسم بيرتفع بالدم، الجسم بيفرز او البنكرياس بتفرز الانسولين لياخذ هيدا السكر يوزعه على الاعضاء يلي بحاجه له. والانسولين بدنا نجرب قد ما فينا نحافظ على مستوى متدني من الانسولين، لانه زياده هرمون الانسولين وزياده اكل السكر، كل ما اكلنا كثير سكر ارتفع الانسولين كثير، اكلنا بعد سكر ارتفع الانسولين كثير، هون بصير في عندنا شيء اسمه مقاومه الانسولين، الانسولين ما بقى عم يستوعب هالكميه الكبيره من السكريات يلي انت عم تعطيه اياها، وهون بصير في عندنا مقاومه الانسولين، وهون بتبلش المشاكل الصحيه يلي بتترتب بعد مقاومه الانسولين، مثل مثلا الانسولين بياثر على هرمون الثاني هلا كمان بنحكي عنها، الانسولين بياثر على متلازمه التكيسات المبايض او البوليسيستيك اوفيريان سيندروم يلي عم نشوفها كثير وعند جزء كثير كبير من الصبايا. فهرمون الانسولين بدنا نجرب قد ما فينا يكون متدني، وعلى فكره هرمون الانسولين كل ما كان عالي كل ما ضليتك تجوعي. اكيد. عشان هيك انت لاحظي بتاكلي قطعه شوكولا صغيره بتقولي ما هي كلها قطعه شوكولا فيها 70 كالوري، بس مش هون المشكله، المشكله انه ارتفع الانسولين، جعتي اكثر، اكلتي اكثر، رجع ارتفع الانسولين، سايكل ما رح تخلصي منها. حلقه ما رح نخلص منها. الهرمون الثاني سريعا لانه الوقت عم يسرع، لانه بدنا نعطي شويه حلول كمان، كثير مهم الحلول. الهرمون الثاني هو الكورتيزول هرمون يلي هو هرمون التوتر يلي نحن لما نتوتر او نعصب او نتضايق بيرتفع باجسامنا. الكورتيزول هرمون، عشان هيك نحن بنقول خففوا توتر لحتى تقدروا تضعفوا. هرمون التوتر كمان بيتلازم مع ارتفاع نسبه الانسولين، يعني كل ما ارتفع الكورتيزول ارتفع الانسولين. هرمون الكورتيزول بيخلي جسمك كثير ابطا بحرق الدهون، زائد انه انت لما تكوني متوتره بتفشي خلقك بالاكل اكثر وبتعملي كريفنج على الاطعمه السكريه والمالحه. الهرمون الثالث يلي هو هرمون كثير منيح بدنا نحافظ على انه نخلي مستواه عالي، هو الجروث هرمون او هرمون النمو يلي الجسم بيفرزه بالليل، عشان هيك بنقول ناموا منيح، واهم شيء ديب سليب ات نايت، يعني النوم بالليل مش النوم بالنهار.
لانه بالليل جسمك بيفرز الجروث هرمون، الجروث هرمون بيخلي جسمك يحافظ على نسبه عضل عاليه، الجروث هرمون بيعطيك الماكسيموم لتقدري تحرقي، وبالتالي بدنا نحافظ على جروث هرمون عالي، انسولين واطي، كورتيزول واطي، هيدا الشيء بيساعدنا كثير انه نضبط عمليه خساره الوزن. شوية حلول على السريع. هلا الحلول يلا. معنا تقريبا دقيقة ونص او دقيقتين. اوكي، بالنسبة لموضوع الجوع خلينا ننتبه انه نحن بدنا نساعد الشخص يلي عم يعمل دايت ما يحس بالجوع، وهون بده يركز على الأطعمة الغنية بالبروتين، لأنه البروتين اولا تعطيكي احساس بالشبع لفتره اطول. طبعا انا لما بقول بروتين العالم ما يفهموني غلط، يقولوا مين قادر يجيب لحمه ودجاج. هلا البروتين موجود بالحبوب، البروتين موجود باللحمه والدجاج، موجود بالبيض كمان اكيد. صحيح، ودائما عملوا ميكسشر من الحبوب، يعني خلطوا الحبوب ببعضها لتاخذوا البروتين الكامل. البروتين موجود باللبنه والجبنه والبيض والى اخره، فخلي الوجبه تكون غنيه بالبروتين، شبعتي لفتره اطول، زائد انه جسمك ليهضم البروتين بيستهلك طاقه اكثر، يعني انا بستهلك طاقه لاهضم البروتين اكثر من الطاقة اللي بيستهلكها لأهضم النشويات، فبدها تكون الوجبة غنية بالبروتين، ضيفوا الألياف، ركزوا على الألياف النباتية يلي مصدرها الخضرة، ما توفر جات السلطة، غسلي حيالله أنواع خضرة وكليها. لو ما كانت بتلبق مع الأكل كليها لتحصلي الفايدة، اشربي مي، الدراسات بتقول إنه الأشخاص يلي زادوا استهلاكهم للمي نص لتر قبل الوجبة بنص ساعة، قدروا يحققوا 30% زيادة خسارة من الوزن، فشرب المي كثير بيساعد لأنه بيعطيكي إحساس بالامتلاء، وعلى فكرة الدماغ ما بيعرف اذا انت جوعانه او عطشانه، لانه المركز يلي بيعطي الامر بالجوع بالدماغ نفسه ذاته اللي بيعطي الامر بالعطش، فانت بتقدري تضحكي على جسمك وتجربي تاخذي مي، اذا بعد 10 دقائق ضليتك جوعانه اوكي جسمك بحاجه لتناول وجبه. في شغله كثير مهمه كمان، الاشخاص يلي بيروحوا على انظمه غذائيه كثير قليله بالسعرات الحراريه، يعني ما بدي اقول لهم هلا ما تتبعوا هيك انظمه، هيدي كثير حكينا فيها، بس انا هون بدي اقول لهم انه عطوا جسمكم الحاجه يلي هو بده اياها، لانه الجسم بحاجه لطاقه حتى لو لفتره قصيره. حتى لو لفتره قصيره انا مش مع، لانه هيدي الفتره القصيره لبعدين كثير بتوطي من معدل الحرق بجسمك. نعم، وجسمك بده طاقه لحتى يقوم بوظائفه الطبيعيه الحيويه، ليهضم ليفكر ليتحرك الى اخره. حكينا عن البروتين، حكينا عن الالياف، حكينا عن شرب المي، ناموا كتير منيح، لأن النوم مثل ما قلتي بخفض من هرمون الكورتيزول، بيعدل هرمونات الجوع والعطش، عفوا بيعدل هرمونات الشبع والشهية، الشهية والشبع، وزائد انه اذا عم تعيشوا توتر حاولوا قد ما فيكم تعملوا مديتيشن، تتذكروا النعم اللي الله عطيكم اياها، تعملوا رياضه، لانه الرياضه كثير مهمه، ما حكينا عن الرياضه، الرياضه بتخفض الكورتيزول، بتعلي هرمون السيروتونين اللي بخليك مش بس تكوني مبسوطه، بخليك تكوني شبعانه، لحظه انت بس تنبسطي ما بتاكلي. صحيح. فكمان هيدا كثير بيساعد، الرياضه منا قصاص، الرياضه هي شو بدي اقول، حركه بركه، حركه بركه. شكرا لك حوراء الحلباوي. ان شاء الله تكون الحلقه هيك استفاده من المشاهدين. شكرا دائما معك حوراء الاختصاصيه في التغذيه العلاجيه وسلامه الغذاء، اهلا وسهلا فيك معنا. شكرا دائما.